منعها الجيش الروموي عن الأنبار، ولكن هيهات له ذلك، والله عز وجل أرادها أن تكون واضحة جلية تشرق في كل مكان وعلى كل زمان، لتكون أيقونة ورمزا تنير جميع مساحات الحياة. أرادها أن تكون أقصى صور الدمعة والعبرة والمأساة، كما أرادها أن تكون أدهى صور العبرة والموعظة وتجلي الحق. فكانت كربلاء عبرة وعبرة، ولتكون كربلاء حاضرة وفاعلة ومؤثرة في جميع مفاصل حياتنا ومنطلقا لجميع حركاتنا وأفعالنا، نقرأ هنا جانبا منها على ضوء أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: ما هو الهدف والغاية من خروج الإمام الحسين عليه السلام وقيامه بهذه الثورة المباركة؟ والسؤال الثاني: نداء الإمام الحسين عليه السلام واستصراخه ألا من ناصر ينصرنا موجه لمن ومن المعني به؟ أما السؤال الثالث فهو: لماذا نريد أن نكون معهم؟ وإلى أي شيء ملتفتين في قولنا يا ليتنا كنا معكم عندما نذكر الأنصار عليهم السلام؟ وللإجابة على هذه الأسئلة أورد فرضان. الفرض الأول: إذا كان خروج الإمام عليه السلام فقط وفقط بالمطالبة بحقه الإلهي والطبيعي والقانوني في الوصول إلى سدة الحكم، مهما كانت الغاية من وصوله لهذا المنصب، حفظ الدين أو إقامة الحق أو نشر العدل أو غيرها من الأسباب، إذا كان كذلك فإننا نفهم أن صرخات الحسين عليه السلام ألا من ناصر كانت موجهة لمن كان حاضرا في كربلاء، ولا يتصور أن تكون البشرية من بعده مخاطبة بها، لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا الهدف الذي خرج من أجله. ثم إن هذا الهدف الوصول إلى سدة الحكم لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الهدف فكل هذه التضحيات التي قام بها عليه السلام تذهب أدراج الرياح، لأنها لم تحقق الهدف الذي صنعت من أجله. الفرض الثاني: إن الهدف من خروج الإمام عليه السلام هو طلب الإصلاح وإقامة العدل ومحاربة الظلم والجور في جميع صوره وأشكاله، سواء وصل إلى سدة الحكم أم لم يصل. هنا نفهم أن أهدافه تتحقق وأن تضحياته تؤتي أكلها، وهنا نفهم أن صرخته عليه السلام ليست موجهة لخصوص من كان في كربلاء، وإنما هي موجهة للبشرية، كل البشرية، والمخاطب بها عين كل فرد فيها في كل زمان وفي كل مكان. وهنا نفهم أن وجودنا معه ونصرتنا له عليه السلام متحققة حتى في زماننا هذا. فإذا حرمنا الزمان من الدب عن شخصه الكريم وشخوص أهل بيته عليهم السلام والتضحية بالنفس دونهم، فإنه لم يحرمنا من نصرته عليه السلام بتحقيق أهدافه والسير على خطاه والاقتداء به. فالأنصار لم ينالوا هذه المرتبة لأنهم أرخصوا أنفسهم في سبيل نصرته. فالأنصار لم ينالوا هذه المرتبة لأنهم أرخصوا أنفسهم في سبيل نصرته عليه السلام فقط، بل لأنهم جسدوا مبادئه وأخلاقه أيضا، وكربلاء شاهدة على ذلك. فلم تكتفي بتسجيل أروع صور التفاني والتضحية لهم، بل سجلت لهم أيضا أسمى وأنبل صور الأخلاق والمبدئية والعقيدة الراسخة. متى نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام؟ ومتى نكون ممن يقبله لا سمح الله؟
نكون من أنصاره إذا وقفنا بجانبه وامتثلنا خطه ونهجه وجسدنا قيمه في جميع مساحات حياتنا الشخصية والاجتماعية على مستوى الفكر، العقيدة على اقتناع وبحث وتمحيص أم عن وراثة وتقليد؟ هل أنا على مستوى الوعي والنضج الفكري الذي يدعو إليه الإمام الحسين عليه السلام أم لا؟ هل أنا على قدر التحديات الفكرية ومواكب لحراك الساحة في هذا الجانب؟ أم إنني رهين الكلمات والتصريحات تذهب بي يمينا وشمالا؟ أحد أسرار ثبات أنصار الإمام الحسين عليه السلام العقيدة الراسخة والبصيرة الثاقبة. كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. وفي جنب علي الأكبر: أول اسمع على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. على مستوى العبادة، حبيب بن مظاهر كان يختم القرآن في ليلة. ما هي علاقتنا نحن بالقرآن الكريم؟ كيف هي صلاتنا؟ كان للأنصار ليلة العاشر ذوي كذوي النحل من العبادة. في جانب المعاملات، كيف نتعامل مع الناس؟ كيف نحن في الوفاء بالوعد، في احترام الآخرين، في كف الأدب، في عدم الظلم؟ وعلى صعيد المجتمع، كيف أكون من أنصار الإمام وأنا غير مفترق بالمجتمع وبما يجري عليه؟ كيف أكون من أنصار الإمام وأنا لا أعمل على إصلاح المجتمع ولا أحاول النهوض به أو أقوم بالمساعدة في سد احتياجاته؟ وأحد أبواب النهوض بالمجتمع الانخراط في مؤسسات القرية. لماذا نرى العزوف والزهد وعدم استشعار المسؤولية في هذه المواقع؟ لماذا نفتقر التنافس والتسابق في هذا المجال؟ لماذا نادرا ما نسمع عن تشكيل انتخابات لهذه المؤسسة أو في تلك؟ وإذا كان هذا هو الحال، فهل تستطيع هذه المؤسسات أن تقوم بدورها؟ ثم إلى من ينسب التقصير إن وقع فيها؟ من الطبيعي أن لا يتقدم كل أفراد المجتمع للعمل فيها، ولكن من غير الطبيعي أن لا يكتمل العدد إلا بعد استجداء الأفراد للدخول، ويكون الهدف هو إكمال العدد فقط. موضوع آخر هو سكن الأجانب. أخذت الآثار والمظاهر السلبية لهذه الظاهرة تطفح على الصرح، فهذه الظاهرة تهدد عادات وثقافة وأخلاق وعفة المجتمع من لباس غير لائق أو جلوس في أماكن غير مناسبة أو ارتكاب لبعض المحرمات. المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع من الاستغناء عن تأجير الأجانب أو الحد منه وضبط عملية التأجير وترشيدها وتوعية المستأجرين بأخلاق وعادات هذه القرية واحترامها من قبلهم. بقدر وعي وبقدر التزامي وبقدر اقترابي من الحسين أكون معه وأكون من أنصاره وأكون من الممهدين للآخذين بثأره الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم إننا نحبهم فاحشرنا معهم. اللهم إننا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم فك كل أسير. اللهم شافي كل مريض. اللهم رد كل غريب. اللهم آمن كل طريد. اللهم اجعلنا وشيخنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.